المفهوم الصحيح للإسلام المفهوم السلفي. السنة والجماعة هم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقط، ومن خالفهم فلا. وهناك همسة أجعلها في أذن أخواني، وإن شئت أن أقول أبنائي من طلاب العلم. كان الشيخ إذا كتب كتابه ما ينشره، يرسله على العلماء، حتى ردوده يرسلها على العلماء، حتى من ضمنها رده على العودة. لكن بعد ما رد على العودة تبين للشيخ الخلل، أنه ليس في هؤلاء الفروع، إنما هو في رأس وهو سيد قطب، فبدأ كتاباته في سيد قطب، فكان له السبق في بيان من سيد قطب لأهل العلم، وتبعه أهل العلم على ذلك، فتبين لهم هذه المدرسة الخفية التي نخرت في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية والدول الإسلامية ودول العالم. ولذلك هذا الغضب الشديد من الإخوان المسلمين بجميع فروعها، لأنه نقض العرش، عرشهم الذي أرادوا أن يثبتوه قد هد، وبين ما هم عليه. والحقيقة كل ما كانوا يقعون فيه في الحكام ها هم يمارسونه في نموذجهم الذي يوجد الآن. أيها الإخوة، يعني مآثر الشيخ والأحداث القصص اللي مرت ابنا كثيرة، ولو كان هناك إعداد لهذا الحديث قبل هذه اللحظة في أشياء كثيرة لاستطردنا في أمور كثيرة. الكويت معروف جهود الشيخ في إصلاح إحياء التراث، إلى درجة أن بلغ الأمر ما بلغ. قبل هذه الأمور ألف كتابه منهج الأنبياء، قبل هذه أنا قلت لكم ما من كتاب من كتبه إلا ولهيش وله قصة، وينشرها هذه الكتابات إلى أهل العلم، وإذا حظي بتقدمة منهم جعلها، وأحيانا يقولون بارك الله فيك انشرها موفقة، وإذا أتى شيء من المذاكرة فيها يستفيد، إلى درجة أن أهل العلم يوصونه وينصحونه مسألة كذا مسألة كذا، إلى درجة أن مفتي المملكة العربية السعودية كان يرسل بالكتابات بأن انظر ماذا قال فلان ورد عليه، وموجودة شيء ليس فقط يقال، إنما أشياء مثبتة وموجودة. يا طلبة العلم، هذا رجل ناصح، وأقول لماذا هذه الحملة الشعواء على هذا الرجل؟ مع وجود الكبار يرونه كبير، فلما ذهب الكبار ذهبوا وهم على رضا من فعله، فيأتي من بعدهم ممن هم نكرات، فتجد هؤلاء الكبار كل من هؤلاء الكبار عنده نابتة بدت تضرب في الشيخ، عنده نابتة بدت إيش؟ تضرب في الشيخ. والمشكلة أن هذه النابتة تتقمص دور من؟ أنها على خطى الكبار، أنها على خطى الكبار، فكل الكبار اللي ماتوا الآن عندهم نوابت تضرب في الشيخ. لماذا؟ لأنهم على غير خطى الكبار، فالكبار هو وإياهم على خط واحد. ولا نزكي على الله، ها هو الشيخ ربيع منذ عرفنا، هذا هي طريقته وهذا أمره. إذن التغير ليس في هذا الأمر، التغير في من تغير. ففرق بين من غير أصوله ومن غير طريقة وصوله، فكونوا على حذر. الذكريات والقصص والمواقف كثيرة جدا، ولكن لعلي أكتفي بما قد سمعتم. وإلا هذا الرجل جمع ما بين تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتصحيح الأخلاق والمعاملة والسلوك. يقول سلمان الفارسي كما ذكره الدارمي في مقدمة السنن،
قال لا يزال الناس بخير ما أخذ الآخر عن الأول، فإذا هلك الأول قبل أن يأخذ الآخر هلك الناس. فإياكم ومن يصدكم عن من ساروا على طريق الأوائل. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.